الوالدين ديالنا كانوا مهبولين هبلوا في الشعب اخوه المغرب وجاو واخا انا دعمت هذه السقسيت الوالدين ديالي علاش علاش خويتو المغرب وجيتو لينا علاش اش كان خصكم في المغرب اللي جيتو لينا ما كانش عندهم الوجاب اللي واجبونا هنا خدعونا نقولوا الوالدين ديالنا كون عرفوا لين جايين ما كانوش يجيو لقد حفظنا دائما للمغرب ذكرا حيا في قلوبنا لم يفتر ابدا قالوا لنا اتدرون انتم ايها الشباب اليهود عليكم واجب فقلنا أي واجب؟ قالوا أن تكونوا متضامنين مع أولئك الذين يبنون إسرائيل الآن أشعر بالأسف لأننا فارقنا أصدقاءنا العرب ومسلمو المغرب يشعرون بالأسف لمغادرة اليهود فقد بدأوا يرون يهودا يلبسون جلابيب وقد نزلوا من البواخر في حيفا وبدأوا يتساءلون من هؤلاء؟ ما هذا؟ هؤلاء عرب؟ لا 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 نريد هؤلاء الناس بيننا إنهم يحملون أمراضا لقد خافوا من اليهود المغاربة خافوا الله بحال المرة بحال المرة بكين أنا اللي مسلمين ساكنين معاهم إما عليهم الطعام اللي غادي نمشيو تيبكيو تيبكيو وما يبكيو حنا نبكيو أنا تنبكي وضع المغرب وضع خاص لأنه هو البلد العربي الوحيد اللي عنده جالية تفوق 600,000 يهودي من أصل مغربي وكما تعلمون القانون عندنا يقول أن الجنسية لا ينسلخ منها الإنسان فبالنسبة لنا أولئك اليهود الذين من أصل مغربي لا زالوا مغاربة كانت كتجمع الملك الحسن الثاني أصدقائي باليهود المغاربة واحد العلاقة مليئة بالود والعطف والاحترام وكان ديما كيعتبرهم مغاربة كيتمتعوا بكافة الحقوق ديالهم في حالهم في حال المسلمين وعليهم كافة الواجبات اللي على المغاربة المسلمين واليهود بدورهم كانوا كيعتبروا المغرب هو الوطن ديالهم وهو البلد الأم اللي كانوا عايشين فيه جنب الجنب مع المسلمين في أمن وأمان وسلم وسلام وما خصهم حتى شي خير خصوصا ان العدد ديال اليهود في المغرب كان واحد العدد اللي كبير بزاف واللي كيتعدى 200,000 شخص وهو واحد الرقم اللي ماشي سهل ابدا فكان ضروري على الدولة المغربية انها تديرهم في عين الاعتبار وتوفر لهم كافة الحقوق ديالهم كمغاربة وفعلا ما كان كاين حتى شي مشكل في هذا الباب واليهود المغاربة كان لهم حقوق اكثر مما لهم من واجبات لكن في واحد النهار من ايامات الله غادي يباتوا اليهود ديال المغرب ما يصبحوا وكاملين غادي يخرجوا بالليل ويهاجروا من المغرب نحو البلد الجديد ديالهم إسرائيل وهذا الشيء فيما سمي بعملية ياخين العملية المدروسة والمدبرة بعناية من طرف المخابرات الإسرائيلية الموساد لترحيل اليهود المغاربة من المغرب نحو فلسطين فشنو هي هذه عملية ياخين هذه وكيفاش تمت واش بالصح المخابرات الإسرائيلية اللي هي الموساد تحيلت على المغرب وهذا الشيء باش تقوم بترحيل اليهود المغاربة من المغرب لفلسطين وتكبر العدد ديالهم في ذاك الأرض المباركة وشنو كان الموقف ديال الملك الحسن الثاني في هذا الأمر واش بالصح الملك الحسن الثاني ساهم في هذه العملية هذه ولا رفض وعطى الحرية لليهود أنهم يقرروا المصير ديالهم ويختاروا اللي بغاو فهذه الحلقة هذه أصدقائي وكيف العادة غادي نتعمقوا في هذا الموضوع هذا اليهودي المغربي وغادي نجاوبوا على جميع هذه الأسئلة هذه وكثر فقط اللي عليكم هو أنكم تشدوا شي بلاصة اللي فيها سكوت الكل وتبعوا معايا الحلقة حتى الاخر ايضا اذا عجبكم المحتوى اللي كنقدم فما تنسوش انكم تعملوا لايك وتبارطاجوا الحلقة مع الاصدقاء ديالكم اذا كانت هذه هي اول مرة كتشوفوني فيها ما تنسوش انكم تشتركوا في القناة وتفعلوا معكم الجرس باش يوصلكم كل جديد واللي بغى يعرف عليا اكثر يتابعني في الانستغرام اللي هو هذا ونتوكلوا على بركة الله الدخول ديال اليهود المغرب إخواني ولا واحد الأمر معروف وكل شي عارف كيفاش دخلوا اليهود المغرب وأنهم دخلوا المغرب عبر مراحل هل دخل في عهد سيدنا سليمان مع التجار الفينيقيين قصد التجارة في بلاد المغرب وعجبته البلاد واستقر فيها وهل دخل في فترة سبي البابلي فشقام نبوخذ نصر بطرد اليهود وسبيهم وتدمير هيكل سليمان وهل اللي جاء من أوروبا فترة محاكم تفتيش الإسبانية فاش قامت إسبانيا بطرد اليهود والمسلمين من الأندلس وهل اللي دخل المغرب في أيامات الحرب العالمية هروبا من النازي هتلر المهم اليهود دخلوا المغرب عبر مراحل متفرقة وسبق لي عملت فيديوهات على اليهود المغاربة وكيفاش دخلوا المغرب وكيفاش عاشوا مع المسلمين في المغرب ومجموعة ديال النقاط حدا أخرى واللي غادي نخلي لكم روابط ديال هاد الفيديوهات هذه هنا الفوق لكن اليوم اصدقائي وفي هذه الحلقه هذه ما غاديش نهضروا على الدخول ديال اليهود للمغرب وانما غادي نهضروا على الخروج ديال اليهود من المغرب وكيفاش حتى تغير التواجد والعدد ديال اليهود في المغرب من ازيد من 250,000 يهودي
الفقط 2500 يهودي. يا ترى فين مشاو هاد اليهود هادو كاملين؟ كيف ما كان الدخول ديالهم للمغرب عبر مراحل، الخروج حتى هو كان عبر مراحل متعددة، واللي كيقسموها لنا المؤرخين والباحثين ديال التاريخ لثلاثة ديال المراحل. المرحلة الأولى كانت قبل ما ياخذ المغرب الاستقلال ديالو، وبالضبط فترة الاستعمار الفرنسي، بحيث ومن بعد ما تم الاعتراف الدولي من طرف الأمم المتحدة بقيام دولة إسرائيل سنة 1948، غادي تفتح السلطات الإسرائيلية أو الصهيونية الباب على مصراعيه اليهود، وغادي تبدأ كتفكر وتخطط كيفاش غادي تجمعهم وتجيبهم لفلسطين وتكبر المجتمع اليهودي ديالها في المنطقة. وحيت فلسطين في هذه الفترة هذه كانت واحد البؤرة ديال الحروب والصراعات بين الصهاينة والعرب المسلمين، فالأغلبية ديال اليهود اللي كانوا منتشرين في العالم كانوا خايفين على نفسهم وما بغيش أنهم يمشيوا، خصوصا أن الأغلبية فيهم كانوا مستقلين وخدامين على رأسهم وكل شيء بخير. فكيفاش غادي تقنعهم انت أيها الصهيوني القادر فكرة الهجرة؟ أولا غتبدأ الحركة الصهيونية باليهود المتشردين والمضطهدين في أنحاء العالم، خصوصا في أوروبا في النمسا، ألمانيا، إيطاليا، قبرص، وبدأت كتطمعهم بأنها غادي تعطيهم الجنسية الإسرائيلية وتولي عندهم أرض ووطن ودار وعمل قار ومجموعة ديال الامتيازات واحدة أخرى. وفعلا حيت اليهود معروف عليهم أنهم كيتبعوا العمرة، الآلاف منهم غادي يهاجروا لفلسطين المحتلة. لكن اليهود اللي هما أصلا كانوا مستقرين وعايشين في أمن وأمان في حال اليهود المغاربة مثلاً، الحركة الصهيونية غادي تلقى معهم صعوبة ومشكل في ترحيلهم وإقناعهم بالهجرة من المغرب لفلسطين. فغادي تعقد السلطات الصهيونية اتفاق مع فرنسا اللي كانت مستعمرة المغرب آنذاك، وغادي تبدأ عملية التهجير ديال اليهود من المغرب لفلسطين أفواجاً أفواجاً وبشكل قصري. وكان اللي يقول أن السلطات الفرنسية في هذه الفترة كانت كتكذب على اليهود وكتقول لهم أنها غادي تاخدهم لفرنسا وتعطيهم الجنسية الفرنسية، فين غادي يعيشوا بكرامة وحقوق ونيفو طالع ديال العيش. وحيت الطماع ما كيقضي عليه غير الكذاب، فعلا غادي يأمنوا اليهود بالفرنسيين وغادي يتبعوهم، لكن فجأة غادي يلقوا نفسهم في فلسطين وماشي في فرنسا. وهذه كانت هي المرحلة الأولى ديال تهجير اليهود من المغرب لفلسطين. أما المرحلة الثانية فغادي تكون من بعد الاستقلال ديال المغرب، وبالتحديد في عهد الملك محمد الخامس في بلاد المغرب المستقل. في هذه الفترة هذه غادي يخطب الملك محمد الخامس وغادي يقول أن اليهود هم رعايا فحالهم فحال المسلمين، وأنه موفر لهم جميع الحقوق ديالهم كمواطنين مغاربة. كما أن الملك محمد الخامس كان رافض فكرة التهجير ديالهم لإسرائيل وبقوة، لدرجة أنه غادي يمنعهم من جواز السفر غير باش ما يخويوش بلادهم والوطن ديالهم ويمشيو نحو الوهم. لكن اليهود وكيف ما قلت لكم هم واحد الطائفة اللي طماعة واللي كيتبعوا غير العامرة، وحيت الصهاينة طمعوهم بزاف وبنوا لهم في دماغهم فكرة أن إسرائيل هي ذاك العالم الوردي أو المدينة الفاضلة ديال أفلاطون اللي غادي يلقاو فيها كل شيء واللي طلبوه موجود هنا. وبسبب الطمع غادي يبداو كيخرجوا ويهاجروا من المغرب بشكل اللي هو سري، وهادشي بالتعاون مع إسرائيل اللي كانت كتوفر لهم السفن ووسائل النقل وبالأخبار السلطات المغربية. وعلى حساب بعض المصادر الإسرائيلية فغادي يهاجر في هاد الفترة هذه أكثر من 36 ألف يهودي مغربي اللي كانوا كيخرجوا بالليل وكيباتوا ويصبحوا. وهذه كانت هي المرحلة الثانية اللي غادي تستمر من 56 حتى 61، الفترة اللي غادي يحكم فيها الملك محمد الخامس من بعد الاستقلال. أما المرحلة الثالثة والأخيرة ديال هجرة اليهود المغاربة من المغرب لإسرائيل فغادي تكون في عهد الملك الشاب الجديد الحسن الثاني، وغادي تسمى هذه العملية هذه بعملية ياخين، واللي هي المحور ديال الحلقة ديالنا اليوم. من بعد ما خد الملك الحسن الثاني الله يرحمه ويرحم جميع أموات المسلمين الحكم ديال المغرب، وتم تتويجه ولي العهد من بعد ساعات قليلة فقط على الوفاة ديال الأب ديالو المنعم برحمة الله الملك محمد الخامس، غادي يحظى بتأييد الجيش والأحزاب وجميع المؤسسات والمنظمات ديال الدولة بما فيهم الزعماء ديال المغرب، سواء الزعماء المسلمين أو اليهود، بحكم أن في هذه الفترة هذه كانوا باقيين عشرات الآلاف ديال اليهود في المغرب واللي كانت عندهم مناصب مرموقة في حال الشيوخ وحاخامات وغيرهم. كما أنه في هذه الفترة هذه غادي توقع تغيرات كثيرة سواء داخليا في المغرب أو خارجيا، واللي غادي تأثر بشكل أو بآخر على التواجد ديال اليهود في المغرب. فمثلا في العالم العربي وبسبب الغزو الإسرائيلي لفلسطين والحروب العربية الصهيونية اللي ناضت ما بين المسلمين واليهود، جميع العرب المسلمين غادي يوقفوا ويتحدوا مع بعضهم ضد إسرائيل واليهود عامة بما فيهم المغرب، بما أنه بلد إسلامي وعضو في الجامعة العربية ومع القضية الفلسطينية. لكن في نفس الوقت المغرب في الفترة هذه كان كيتواجد به أزيد من 150 ألف مواطن يهودي واللي كيتعتبروا مواطنين مغاربة وكيحملوا الهوية المغربية. فهنا كان على الملك الحسن الثاني أنه يفكر مزيان مزيان
وياخذ القرار الحكيم والمناسب واللي يرضي الطرفين، العرب والمسلمين والإخوة الفلسطينيين المغتصبين من طرف الصهاينة واللي كان واقف معهم بعين مغمضة، وفي نفس الوقت يشفق على الرعاية ديالو اليهود اللي كاينين في المغرب واللي هما تحت المسؤولية الخاصة ديالو، خصوصا أن المغرب في هذه الفترة هذه كان كيضم أكبر جالية يهودية في الدول الإسلامية، لذلك كان لازم عليه أنه يحميهم من أي شر أو أي عدوان كيف ما كان. لكن هنا وعيد اليهود أصلا كانوا كيخويوا المغرب بشكل اللي هو سري، يا إما بسبب الطمع والإغراء اللي غادي تغريهم به إسرائيل، أو لا بسبب الاضطهاد والتمييز اللي بداو كيعانيوا منه من طرف المسلمين المغاربة وماشي من طرف الدولة طبعا، واللي كان سببه هو الغيرة على فلسطين وداكشي اللي كيقترفوه اليهود في الإخوة الفلسطينيين. فغادي تقوم واحد المنظمة يهودية واللي هي منظمة النطاق بتوفير السفن والطائرات اليهود وتهجيرهم من المغرب بشكل سري، وكانت مدعومة هذه المنظمة هذه من عند الموساد الإسرائيلي، خصوصا أنه في هذه الفترة هذه غادي يوصل للمغرب الممثل ديال المخابرات الإسرائيلية الموساد أليكس غامتان، واللي غادي يدخل المملكة باسم مستعار واللي هو أرمون، وغيقدم راسه على أنه مدير ديال أحد المصانع الكبرى ديال الخشب، وعلى أنه بلجيكي، وفعلا غادي يجيب معاه جواز سفر بلجيكي، وجاب معاه حتى مراته باش ما يتمش اكتشاف الأمر ديالو. ومن بعد ما جلس في مدينة الدار البيضاء اللي كان كيتواجد فيها أكبر عدد ديال اليهود آنذاك، غادي يبدا يخطط وبشكل سري وبدون علم للحكومة ولا السلطات المغربية لتهجير اليهود المغاربة الفلسطين المحتلة، وبدأ كيجتمع معهم في الخفاء في الليل في اجتماعات سرية وكيطمعهم بالهجرة وكيرسم لهم في دماغهم صورة وردية على إسرائيل وعلى أنها دولة جديدة وحديثة ومجهزة بكافة المرافق. المهم كيرسم لهم في دماغهم الصورة المثالية ديال الدولة اللي كيتمنى اي واحد يعيش فيها، وفعلا غادي يلقى واحد الاقبال كبير من عند اليهود المغاربه اللي الاغلبيه ديالهم كانوا حرفيين وتجار بساط، واللي غادي يوافقوه في الراي وغادي يوافقوا انهم يهاجروا من المغرب، وهذا الشيء في الخفاء وفي السريه التامه. وفعلا بداوا كيخرجوا بالليل بالمئات افواجا افواجا بدون علم السلطات المغربيه، كيبيعوا جميع الممتلكات ديالهم للمسلمين ويباتوا ما يصبحوا. لكن مع ذلك تواجد ديال اليهود في المغرب كان كثير بزاف، وكان كيتعدى 150 ألف يهودي، وحتى وإذا بغاو يهاجروا 100-200 في الليلة فراح خصهم واحد الوقت اللي طويل بزاف باش يهاجروا كافة اليهود. هنا غادي يفكر الممثل ديال الموساد أليكس غاتمان أنه ضروري عليه يغير الخطة والطريقة ديال الخدمة، وغادي يبدأ يفكر كيفاش يقرب من مسؤولين كبار في الدولة المغربية واللي عندهم نفوذ وكلمتهم مسموعة. وحيت اليهود في هذه الفترة هذه كان كيشكلوا واحد العدد كبير وكانت عندهم مناصب كبيرة في الأمن وفي الدولة، فبالمساعدة ديال واحد الضابط يهودي فرنسي من أصل مغربي غادي يتمكن أليكس غاتمان من التواصل مع شخصيات مرموقة في الدولة، وغادي يلتقي بهم في العاصمة الفرنسية باريس، وغادي يربط معاهم اجتماعات ويبدا يناقش معاهم القضية. ومن بعد مجموعة ديال اللقاءات والاجتماعات غادي يوصلوا لواحد الاتفاق فيما بيناتهم، واللي هو أنه يتم السماح لخمسين ألف يهودي مغربي بالهجرة، لكن أبدا ماشي لإسرائيل، بحكم أن المغرب ما كانش كيعترف بهذه الدولة هذه أبدا، وميمكنش أبدا أنه يسمح لشي حاجة فحال هذه أنها توقع، وإنما يتم السماح لهم بالهجرة لسويسرا، فرنسا، إيطاليا، أمريكا، كندا، مع شرط أن منظمة النطاق توقف عملية التهجير ديال اليهود السرية من المغرب الفلسطيني. وفعلا غادي يتفقوا على هذا الشيء هذا، وفي فبراير 1961 غادي يتم منح أول جواز سفر جماعي من مكتب وزارة الداخلية المغربية، واللي كان موقع من طرف محمد أفقير بحكم أنه كان آنذاك هو مدير الأمن الوطني، وكان هاد جواز السفر هذا كيضم 105 ديال الناس واللي مسموح لهم أنهم يسافروا لجميع دول العالم لمدة سنة واحدة ما عدا دولة واحدة واللي هي إسرائيل، وهذا الشيء أبدا ماشي بشكل قصري وإنما بالرضا والموافقة ديال هاد اليهود هادو، واللي بغى منهم يجلس في بلاد المغرب فألف وألف مرحبا به. وغير في الصباح الثاني من هذا الاتفاق هذا غادي تسافر المجموعة الأولى ديال اليهود من مطار الدار البيضاء لمطار نيس الفرنسي، وهنا بالتحديد غادي تبدأ ما سميت بعملية ياخين. أما أليكس غاتمان اللي مسؤول على هذه العملية هذه غادي يحاول ما أمكن أنه يخدم بسرعة ويرحل أكبر عدد ديال اليهود قبل ما يصدر شي تغيير في القانون من طرف السلطات المغربية، لدرجة أنه غادي يتشكل في السماء واحد الجسر جوي ديال الطائرات الفرنسية اللي غادا وماجيا من فرنسا للمغرب. هنا الموساد الإسرائيلية كانت موافقة ديجا مع فرنسا بلا علم المغرب بترحيل هاد اليهود هادو القادمين من المغرب لإسرائيل مباشرة من بعد ما نزلوا على الأراضي الفرنسية. ومن بعد شهور على هذا الحال وبالضبط في نوفمبر 1962 غادي تصدر الحكومة
المغربية أمر بإيقاف هجرة اليهود من المغرب لفرنسا وباقي الدول الأخرى، والسبب هو أن المغرب غادي يكتشف بأن المنظمات اليهودية باقية كتخدم في الخفاء وكتقوم بتهجير اليهود بشكل سري من المغرب لفلسطين. وكان هذا القرار هذا من بعد يوم واحد من زيارة الرئيس المصري جمال عبد الناصر للمغرب واجتماعه مع الملك الحسن الثاني. وفعلا غادي توقف هجرة اليهود المغاربة لفرنسا وسويسرا وكندا وباقي دول العالم، واللي من تما كانت الموساد كتقوم بتنظيم رحلات واحدة اخرى وكتصيفطهم لإسرائيل. لكن الهجرات السرية ما غاديش توقف، والسبب هو ان اليهود كانوا باغيين هادشي هذا، واصلا كان خصهم يمشيو لإسرائيل تماما فحال جميع حالات الهجرة السرية اللي كاينة في العالم، واللي مستحيل انك توقفها او تحبسها مهما حاولت. بحيث اذا كان شي حد باغي يخوي شي بلاد فراه غادي يخويها وخا تقوم بالمحاصرة ديالو بشتى الطرق، فما بالك إذا توفرت ليه السفن ووسائل النقل من طرف جهات معينة واللي كانت كتستناه في البحر. وغادي تستمر هذه الرحلات ديال الهجرة بشكل سري حتى لسنة 1964، فاش غادي تكون نجحت منظمة النطاق ومجموعة ديال المنظمات اليهودية واحدة أخرى في ترحيل أزيد من 100,000 يهودي من المغرب للأراضي المحتلة. وكيف ما قلت لكم، اليهود كانوا متحمسين وكانت عندهم واحد الصورة وردية في الأذهان ديالهم على الوطن ديالهم الجديد إسرائيل، وعند بالهم غادي يمشيو لتما وغادي يلقاو كل شيء مجهز وكل شيء واجد وكل شيء كيستناهم، وهما فقط غيمشيو يستمتعوا بالحياة وياكلوا الزيتون الفلسطيني والفستق الحلبي وبيس. لكنهم فاش غادي يوصلوا لفلسطين غادي يتصدموا ويتفاجئوا مفاجأة العمر، وهادشي فاش غادي يلقاو أمامهم فقط مخيمات لا غير، لا مساكن لا مرافق صحية لا مستشفيات لا تعليم لا صحة والو. وغادي توقع لهم اكبر شمس العشية في التاريخ ديالهم، والاغلبية فيهم غادي يحقدوا على الصهاينة اللي كذبوا عليهم وطمعوهم وجابوهم لتما بالحيلة والمكر. وهنا كنتأكدوا انه فعلا الطماع ما كيقضي عليه غير الكذاب، وتما غيبداو اليهود حياتهم من الصفر وغيبداو يمتهنوا الفلاحة والزراعة باش يوفروا القوت اليومي ديالهم. اما من الجانب ديال المغرب فغادي يخلي بيبانه مفتوحة، وغيخرج الملك الحسن الثاني في الخطابات ديالو غادي يقول انه وبالرغم من الهجرة ديال اليهود اللي كان امر بالرضا ديالهم طبعا، طرح ديما غادي يبقاو مغاربة في اعين المغرب، والمغرب مفتوح لهم على طول ومرحبا بهم في اي وقت. الوضع في المغرب ولا خاص، انه هو البلد العربي الوحيد اللي عنده جالية تفوق 600,000 يهودي من أصل مغربي. وكما تعلمون القانون عندنا يقول أن الجنسية لا ينسلخ منها الإنسان، فبالنسبة لنا أولئك اليهود الذين من أصل مغربي لا زالوا مغاربة، ولا زالوا مغاربة لأسباب كثيرة لا قانونيا فقط، ولكن لا زالت عندهم علاقة وطيدة عائلية دينية تجارية مع ذويهم وأقاربهم في المغرب، ولم نحبس قط أحدا عن زيارة إما قبر أبيه أو زيارة شقيق الله أو عم الله، بل كنا دائما فاتحين الأبواب للمغاربة، هذوك أعتبرهم أبنائي ولو هم الآن قاطنين في إسرائيل. فصلة الرحيم من أوجب الواجبات في الإسلام، ولم يكن أن أقطع الرحيم بين هذا وذاك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بصلة الرحيم، وأنا سليل النبي صلى الله عليه وسلم رسولي وسيدي. لكن اليهود واخا يبغيو يرجعوا للمغرب فراح كل شيء مشى، حيث الاغلبيه فيهم وقبل ما يخرج من المغرب باع داره وجميع الممتلكات ديالو وما بقى عنده والو، كما انهم غادي يجبروا راسهم مرغمين على البقاء في ذاك الارض، ولازم عليهم يعمروها وممنوع انهم يخرجوا منها. حتى لهنا اخواني كنوصلوا للنهايه ديال هذه الحلقه هذه، حاولت ما امكن انني نلخص هذا الموضوع هذا باش ما يكونش الفيديو طويل بزاف، واخا مازال فيه شله ما يتقال. فانتوما اخواني اللي كتفرجوا فيا دابا ما تنساوش انكم تخلوا لي الاراء والتعليق ديالكم لتحت في مكان التعليق. ايضا اذا عجبكم المحتوى ما تنساوش تبارطاجوا الفيديو مع الاصدقاء ديالكم. حتى لهنا كنقول لكم تهلاو في راسكم والسلام عليكم.